في حفل عيد ميلاد إيمان أرادت أن تقوم بتحضير حلويات للمدعوين من أصدقاء ومن عائلة. لكي تقوم بتحضير الحلويات ستستعين بكتاب للوصفات، وصفات للحلويات. فتحت الكتاب فوجدت الوصفة التالية، وصفة لأحد الحلويات. الوصفة ماذا تقول؟ لتحضير هذه الحلويات لستة أشخاص. كم شخص؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أشخاص. لكي أحضر لهم الحلويات يحتاجون إلى ثلاثة بيضات، 120 غرام فرينة، 150 غرام زبدة، و60 غرام سكر. الآن أريد أن أساعدها في تحضير المقادير أو الحصص لشخصين، إذا جاءها أو حضر شخصين أو 12 شخصا. سنستعين بالبطاقات. لاحظوا معي، عندي 6 أشخاص. لو كانوا شخصين، 6 أشخاص سيصبح عددهم شخصين. كيف سأنتقل من عدد 6 أشخاص إلى شخصين؟ بأي عملية أعطاها لنا في البطاقات إسحاق؟ 6 قسمة 3. 6 أشخاص أقسمهم على 3 تعطيني شخصين. إذا بما أن عدد الأشخاص قسمته على 3، فإنني سأقسم كل الحصص أو المقادير على كم؟ على 3. هكذا 6 أشخاص أقسم حصصهم على 3 أشخاص ويصبح شخص. لاحظوا معي، 6 أشخاص قسمة 3 تعطيني كم من شخص؟ عبد القادر؟ 2. تعطيني شخصين. إذا بما أنني قسمت عدد الأشخاص على 3، سأقسم حصصهم على كم؟ هيا معا، على 3. 3 بيضات أقسمه على 3 كم تعطيني النتيجة؟ إيمان؟ 1. بيضة واحدة فقط. بما أنني قسمت عدد الأشخاص أعيد وأكرر على 6، فإن الفرينة أيضا على 3، فإن الفرينة أيضا سأقسمها على 3. 120 قسمة 3 كم تساوي محمد؟ 40. شكرا، 40 جرام. نفس الشيء للزبدة أم لا؟ أقسمها على 3 أم لا؟ نعم. لاحظوا السهم خارج من هذا العمود كامل ويرجع إلى هنا. 150 قسمة 3 عبد السلام؟ 50. ماذا الوحدة؟ أنا ننسي. 50 غرام. شكرا. وئام 60 غرام أقسمه على 3 كم تعطيني؟ 20. 20 ماذا؟ غرام. 20 غرام. إذا هذا العمود كاملا قسمته على 3، لأن عدد الأشخاص قسمته على 3. الآن 6 أشخاص سيصبحون 12 شخصا. 6 أشخاص، لاحظوا معي السهم، 6 أشخاص سيصبحون كم من شخص؟ 12. كيف؟ هل بعملية القسمة؟ أعطاني في البطاقة أيضا، ساعدني رابح. ما هي في 2؟ 6 في 2 تعطيني 12. عدد الأشخاص ضربته في 2. الحصص في ماذا أضربه؟ في 3؟ لا. في كم أضربهم؟ في 2. كل الحصص أيضا سأضربها في 2. 3 في كم؟ في 2. 3 في 2 كم تساوي؟ 3 بيضات لستة أشخاص لاثنا عشر شخصا كم تساوي ريتاش؟ 6 بيضات. 6 بيضات، 3 في 2 تساوي 6. الفرينة أيضا نضربها في 2 أم لا؟ لا. هيا يا سجا،
120 120 120 في 2 تساوي 240 240 ايضا جرام. 150 اقسم على 3 لا أميمة 150 في 2 ايضا كم تعطيني 300 جرام 300 جرام سكر. هيا من نور 120 جرام. من اين لك ب 120؟ 60 في 2 تعطيني 120 جرام. اذا في المره الاولى اعتمدت على القسمه، في المره الثانيه اعتمدت على الضرب. الان في سؤال موالي قال لك لو حضر في هذا الحفل فقط مثلا 8 أشخاص، 8 أشخاص دقيقة أشرح لزملائكم. في المرة الأولى 6 أشخاص أصبحوا شخصين فقط، في المرة الثانية 6 أشخاص أصبحوا 12، الآن 6 أشخاص سيصبحون 8 أشخاص. ماذا أفعل؟ هل أعتمد على القسمة؟ لا. الضرب؟ لا. ماذا سأعتمد على؟ ماذا نعيم؟ على الجمع. ماذا أجمع؟ 6 زائد 2 سأكتبه لكن سيفهم جميع زملائي. 6 أشخاص أضيف لها، قال لكم زميلكم نعيم 2 ما هذه؟ هل عدد البيضات؟ هل عدد 6 أشخاص أضيف لهم 2 ماذا تعني زكريا؟ ستة أشخاص أضيف لهم شخصين، لكن لماذا أضفت لهم شخصين؟ من أين سأحصل على شخصين؟ من أين سأحصل على شخصين؟ هل عندي مقادير شخصين أم لا؟ لا. أين هي؟ هاي تعال تعال إسحاق. شخصين كم عندهم؟ بيضة و40 جرام و50 جرام و20 جرام. مثلا بالنسبة للبيض ماذا أفعل؟ اترك الفرصة لزميلكم. 3 زائد 1 تساوي 4 بيضات. شكرا. 3 بيضات، شكرا اسحاق، اضيف لها بيضة، لماذا اضفت لها بيضة؟ 6 أشخاص زائد شخصين كم تعطيني؟ 8 أشخاص. 3 بيضات زائد بيضة تعطيني 4 بيضات. اجمعوا المقادير الخاصة بالستة والمقادير الخاصة بشخصين فقط. سجا بالنسبة للفرينة ماذا اجمع؟ 120 جرام زائد 40 جرام. شكرا. المرة الأولى جمعت 3 مع 1، المرة الثانية 120 زائد 40 كم تعطيني؟ 120 زائد 40 عبد القادر؟ 160. ماذا؟ 160 جرام. بالنسبة للزبدة دي. بالنسبة للزبدة رمزي 200. من أين لك 200؟ 150 جيد زائد 50. شكرا. 150 زائد 50 جرام تعطيني 200 جرام. الآن السكر 80. ماذا أجمع؟ 60 زائد 20 تساوي 80. سؤال بسيط جدا، لماذا لم أجمع 60 مع 120؟ 120 هذه تخص ماذا؟ أميمة؟ تخص 12 شخص. 12 شخص، أنا أحتاج لي 6 أشخاص مع شخصين فقط. الآن سؤال آخر إضافي لا يوجد في الكتاب، ماذا لو طلب منكم تحضير مقادير 18؟ 18 شخص. 18 شخص، ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ حمادة لم أسمع، اجلس. مقادير 6 أشخاص مع مقادير 12 شخص.
شكرا. 6 اشخاص مع 12 شخص. 6 زائد 12 كم تساوي؟ 18. واجمع 3 زائد 6 تعطيني النتيجة. 3 زائد 6 كم تساوي؟ توجد طريقة أخرى أبسط. 9. بعد ذلك الفرينة، سأعود للطريقة الثانية. لا تذهب. 100 هيا الفرينة. الفرينة الفرينة يا وئام. فرينة يا وئام. 120 زائد 240. كم تعطيني نتيجة؟ كم تعطيني نتيجة؟ 120 زائد 240 كاش؟ 360. جيد. طريقة أخرى سأعود لها، أؤكد عليه. الزبدة 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 يا محمد. 450. جمعت 150 زائد 300 تعطيني 450 جرام. أيضا الأخيرة السكر. السكر يا سكر، من يجدها فهو سكر. أي نور. 180 جرام. شكرا. ماذا جمعتي؟ 60 زائد 120. كم تعطيني؟ 180 جرام. توجد طريقة أخرى أبسط. 6 أشخاص. 6 أشخاص سيصبحون 18 شخصا. كيف؟ توجد طريقة أخرى. نعم. نضرب عصفور في الأحاف. نضرب عدد الأشخاص في 3. بما أنني ضربت عدد الأشخاص في 3، المقادير في كم سأضربها؟ أميمة؟ في 3. في 3. هيا نجرب معا. 3 بيضات أضربها في 3 كم تعطيني؟ 9. صحيحة أم لا؟ نعم. 120 جرام فرينة أضربها في 3 كم تعطيني؟ 360. صحيح. 150 جرام أضربها في 3 كم تعطيني؟ 450 جرام. في المرة الأولى اعتمدت على الجمع والمرة الثانية على الضرب، نفسها صحيح. 60 أضربها في 3 كم تعطيني؟ 100.